الله يسلمك. رحيب، كيف أوضاعكم في الشمال؟ رحاب، كيف أوضاعكم في الشمال؟ والله يا رحاب، الوضع في الشمال، ولا في الشمال ولا في الجنوب، كل واحد. يعني إذا غدا في قصف، هنا في جوع، في معلبات موجودة بدون ما أكذب يعني، بس المعلبات أغلبها كيماويات، وهيك هيك برضو أسعارها غالية، يعني مش في متناول كل الناس. يعني اللي عنده باب رزق شغال عليه، اللي عنده قناة، اللي عنده تيك توك، اللي عنده أبصر شو، هو اللي بيعيش. لكن غير هيك لا، كله بموت، بموت جوع. إيمان، إن النصر إن مع العسر يسر، اللهم آمين يا إيمان. منال، تسلم أخي أبو الليث عراسي، والله أنت بكل أحبابنا في يمن العربة والصمود. الله يسعدك يا أختي منال. كوردن، برضو دعمتنا يا جماعة بميزة شكرا من امبارح لما كان فيه، بس برضو دعمتنا فيه. كوردن، الله يجعله يا رب في ميزان حسناتك إن شاء الله تعالى. والله كل احترام لك أختي، شكرا لك والله. أحمد أنوار، منال أنت صدقتي دي دموع التماسيح. أوبا، طيب ماشي، حالة من الضفة العمر كله يا رب. بس يا فايز، أنت تستفز واحد أكبر منك، عيب. أوبا يا عمي، حالة 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 من الضفة، تربية مش طبيعية أهل الضفة. ماشي يا أختي، حالة كل احترام والله. إيمان، ربنا يسلمها من كل شر إن شاء الله تلاقي، وربنا ييسر لك طريقك، اللهم آمين. أختي إيمان، كل احترام والله. عباس أبو خضير، ربي يلبسكم ثياب الصحة والعافية، أخوكم من أرض العراق. حبيبي أخوي عباس، أهلا وسهلا فيك. أم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مريم ويرزقها الصحة والسلامة والعافية، اللهم آمين يا رب. والله يا جماعة عايشين بدعواتكم. السؤال، هل في بيوت في غزة لسه ما تضررت؟ الله يهون عليكم. والله يا عمر، أنا البيت اللي أنا فيه ما تضرش، يعني أكله يمكن 5 6 قزايف عندي وعند أهلي، ضرر جزئي يعني. بس كيف ما في بيت فيه شبابيك كاملة؟ يعني عندي أنا هان كله ما فيش فيه شبابيك، لا هان ولا هان ولا هان، في رصاص في الحيطان بس كيف خفيف بضل، يعني أهون من غيري. بس إنه فيش بيت إنه ما تضرش 100% مستحيل، كل بيوت قطاع غزة إلا ما تلاقي فيها شظايا كلها كامل، لأنه القنابل اللي بتنضرب أحيانا براميل متفجرة بكون وزنها ما يعادل 900 كيلو. 900 كيلو يعني حارة كاملة بدها تنشال في نفس اللحظة. فلو بطون مش مسلح، لو يعني 20 30 دار جنب بعض وبرميلين 3 زي هدول ينزلوا بخربوا الدنيا. فحسبنا الله ونعم الوكيل، هذا هو اللي بدنا نحكيه. زين، الله يكون معكم ويفرجها يا رب، اللهم آمين. عائشة، ويأبى الله أن يتم نوره ولو كره الكافرون، أشهد بالله يا عائشة. أملي في الله، روح تنام عشان ترتاح، والله يحميكم. أملي في الله، والله بدي أطلع الساعة 6. ماشي طيب يا جماعة، في ملصق موجود، حاولوا بس تساعدوني إنه يوصل بسرعة، تمام؟ عشان انا كمان اساسا ما بديش اغلبكم اكتر من هيك، انا شايف برضو انتو نعستوا، وانا كمان بدي خلينا نظبط هالدنيا. لماذا لا تعاتب الشعوب العربية عن الخذلان؟ فمهما حاولتم اخفاء ذلك، ندرك تماما عن عجزنا وتقصيرنا تجاه القضية الفلسطينية. هيو او اتش او يو 213، الشعوب العربية اشي والحكام اشي تاني، مين اللي حاكم الشعوب هدول؟ البيت هالوقت، الولد لما بيجي وبغلط غلطة، الناس بتطلع بتعاتب الولد ولا بتعاتب أهله ولا بتطلع لأبوه؟ إيش اللي بيصير بالضبط؟ أكيد في إله كبير، ولازم نلجأ للكبير تبعه، تعالي يا عمي صار 1 2 3 من ابنك. فإحنا مش هنيجي نعاتب الشعوب، كيف بدنا نعاتب الشعوب وهم أساسا مالهم الذنب؟ هم أساسا نفسهم متحاصرين في دولهم. فإحنا مش بنعاتب الشعوب بتاتا، الشعوب ملهاش علاقة، الشعوب زينا ناس غلابة، خليها على الله أحسن. جزاكم الله بما صبرتم صمود أسطوري، والله أنتم شرفنا وأدرعنا الحامي، الله يسعدك يا رب. أم خلف، أنا ما اسمي عمر، أنا أخته داخلة من حسابه بس اسمي ندى. أهلا وسهلا فيك أختي ندى، كل احترام والله. دينا، حسبنا الله ونعم الوكيل. عزيز سلطان، نحن معكم يمن خذلوكم. حبيب قلبي يا عم عزيز، كل احترام والله. فايز من اليمن، حلا من الضفة، حبيبي عم فايز. عباس، والله نذكركم في صلواتنا دوما، لا ننساكم،
أنتم في